أهلا بكم مشاهدينا في هذه التغطية المستمرة على شاشة إكسترا نيوز، ونخصص هذه الجولة للحديث حول إطلاق مبادرة 100 يوم صحة للعام الثاني على التوالي من مدينة العالمين الجديدة، والجهود التي تقوم بها الدولة في مجال الرعاية الصحية والارتقاء بالخدمة الطبية المقدمة للمواطنين. احنا عملنا مسارات ذات فكر لتجاوز المشكلة اللي عندنا اللي هو محدودية القدرات. يعني أنا عندي مشكلة في النظام الصحي وما استهدف في الفيروس سي بس، لسه النظام ما بيش قادر على أنه يستوعب ويدي كفاءة أداء جيد جدا في الخدمة الطبية، أو ما استهدف قائد من الانتظار. المبادرات دي كان الهدف منها ان هي تخش على قضايا بعينها وتستهدفها عشان تخفف من آلام ومعاناة الناس، وايضا عشان تخفف على النظام الصحي في مصر لغاية لما يبقى قادر. من حق الشعب المصري ان يفخر بتضحيات ابنائه الاوفياء من الاطقم الطبية والقائمين على المنظومة الصحية بالدولة. شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مساء أمس الأربعاء من مدينة العالمين الجديدة فعاليات إطلاق مبادرة 100 يوم صحة للعام الثاني على التوالي. فقد تفقد مدبولي لدى وصوله اصطفافا للسيارات المشاركة في المبادرة تضمنت عربات إسعاف ونماذج للعيادات المتنقلة المتخصصة في تقديم عدد من الخدمات الطبية المتنوعة، ثم أعطى إشارة البدء إذانا بانطلاق الحملة وتحرك السيارات. وفي مؤتمر صحفي مصاحب لفعاليات إطلاق المبادرة ألقى مدبولي كلمة أعلن خلالها إطلاق النسخة الثانية من مبادرة 100 يوم صحة، معربا عن سعادته بالتواجد في هذه المناسبة المهمة لإطلاق هذه المبادرة التي تحظى بدعم كامل من الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وجه بإطلاقها هذه المبادرة ذات الأهمية البالغة والتي تستهدف الدولة من خلالها الوصول إلى المواطن المصري في مكانه بأي جزء من ربوع مصر لتقدم له كافة الخدمات الصحية المتطورة التي قد يفتقدها بحكم بعده جغرافيا. وشدد رئيس الوزراء على أهمية المبادرة الرئاسية في تحقيق رؤية الدولة المصرية نحو بناء مجتمع صحي وسليم، مؤكدا أن المرحلة الثانية ستستكمل تقديم الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين في مختلف المناطق والمحافظات لزيادة عدد المستفيدين من خلال توفير أحدث التقنيات الطبية وتدريب الكوادر الطبية على أعلى مستوى. حتى وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يولي الملف الصحي اهتماما كبيرا من خلال إطلاق العديد من المبادرات الصحية التي تهتم بالمواطنين من أصحاب الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن السرطان والقضاء على فيروس سي بعدما كان من الفيروسات المستوطنة في مصر. وللمزيد من النقاش ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور محمد المنيسي استشاري البطن والكبد. أهلا وسهلا يا دكتور. دكتور، احنا تابعنا مبادرة 100 يوم صحة للعام الثاني على التوالي، ماذا تم إنجازه حتى الآن بما أنه حضرتك داخل هذا المجال؟ هي ليس فقط هذه المبادرة، احنا عندنا مجموعة من المبادرات اللي هي كانت موجهة لمشاكل بعينها للسيطرة على الأزمات الصحية اللي كانت موجودة عندنا في مصر. نبتدينا بقى ب 100 مليون صحة، 100 مليون صحة اللي هي تحت رعاية السيد الرئيس للقضاء على فيروس سي. دي كانت أهم مبادرة قدرنا نعرف منها الخريطة الطبية والمشاكل الطبية اللي كانت موجودة، لأن ما كانش عندنا إحصائيات حقيقية، كان عندنا كلها إحصائيات غير دقيقة. وكان فيها نوع من الترهيب والترغيب، فقدرنا ما كانش ينفع حد يطلع يستخرج رخصة أو بطاقة شخصية أو شهادة ميلاد بدون ما يكون معاه هذه يعني المبادرة أو هذا الإجراء. واستطاعت مصر أنها تعمل مسح شامل وعمل خريطة لهذه المشاكل المستعصية، وتوالت المبادرات الرئاسية
الكشف المبكر عن الأورام، الكشف المبكر عن أمراض النساء وكبار السن ورعاية الأطفال والأمومة والقضاء على قوائم الانتظار، وكانت من أهم هذه المبادرات. الحقيقة ومصر استمرت في الرعاية الأولية، وعملنا أكثر من 5000 مركز، هي بنسبة تضاعفت أكثر من 100% في الثمان سنوات اللي فاتت، عشان تغطي 27 محافظة علشان نستطيع للخدمات الأولية وخدمات الأسرة. عندنا أكثر من 740 مركز غسيل كلوي، فاستطعنا ان احنا نقدر نعمل كل تحجيم لشكل المشاكل الى ان يدخل كل هذا تحت مظلة التأمين الصحي. احنا شفنا في تطبيقه في المرحلة الاولى والمرحلة الثانية، الست محافظات الاولى والست محافظات الذين تالوا هذا الامر، شفنا البنية التحتية، شفنا الجهار والرقابة العنيفة، يعني اللي هي ما زالت بتقيم مقدمي الخدمة من القطاع الحكومي والقطاع الخاص والكوادر الطبية. كل ده يجعلنا عندنا فخر انتمائنا لمصر، وكل ده بالنجاح. منظمة الصحة العالمية أشادت بهذا الوضع، وتسلم السيد الرئيس خلو مصر هذه الجائزة المستوى الذهبي من منظمة الصحة العالمية، وإشادة عالمية ودولية في الصحف العالمية في فوربس رويترز وكثير من الصحف الأوروبية. يمكن الإشادات دي كان النصيب الأكبر منها موجه للخطوات اللي تم اتخاذها في مسألة فيروس سي تحديدا. بالفعل حضرتك شفت التجربة دي ازاي؟ أزمة كورونا نشوفنا ده كل ده يجعلك فخورة انك مصرية، عندك قيادة حكيمة، رؤية واضحة، خطة تنفيذية على أرض الواقع. لولا وجود قيادة حكيمة ورؤية واضحة وخطة تنفيذية على أرض الواقع ما كنا وصلنا إلى مثل هذا الأمر. كل ده يجعلك فخورة إنك مصرية بانتمائنا إلى هذا الوطن العظيم، إلى الجمهورية الجديدة. دكتور، في نقطة مهمة حضرتك ذكرتها متعلقة بأنه ما كانش عندنا إحصائيات قبل كده في مصر للعديد من الأمراض، خاصة أنه المجتمع المصري نسبة كبيرة جدا منه بتعاني من أمراض مزمنة على اختلاف المجالات، يعني بما أنه حضرتك استشاري بطنة وكبد. حضرتك شايف أهمية نقطة أنه أصبح عندنا داتابيز للمواطنين المصريين بالأمراض بنسبها، شايف أثار هذا الموضوع حاليا عامل إزاي؟ ده بيوجه وده خلى بقى في توالي للمبادرات الرئاسية موجهة لحلول كل مشكلة على حدة. كان عندنا مشاكل الأورام، الكشف المبكر عن الأورام، مشاكل الطفولة، مشاكل التقزم، السمنة، السكر، بقى عندك كل هذه المشاكل، وكل ده هيدخل في منظومة التأمين الصحي وحلول قاطعة. يعني احنا خدنا إفادة دولية بالأداء، ليس فقط لفيروسي ولكن بأداء الدولة وإدارة الأزمة في أزمة كورونا. احنا قمنا بتوفير الأدوية، قمنا ما كانش عندنا نقص في الأسرة، ما كانش عندك نقص في الأكسجين، قمت بتصنيع دواء المولنوبيرافير ودواء الريمديسيفير اللي تناوله الرئيس الامريكي. المولنوبيرافير هو الدواء الوحيد اللي هو والباكسول. احنا متابعين انه دلوقتي حتى بدا ينتشر ثقافه استخدام المولنوبيرافير، وانه بدا حتى يتم الاستغناء عن المضادات الحيويه التقليديه اللي اصبحت حتى غير مجديه قوي زي زمان. فما نراها على ارض الواقع نرى طفره كانت تحتاج إلى عقود وليست بضعة سنوات للحلول. ده كان يحتاج إلى عقود زمنية كبيرة للسيطرة على هذه المشاكل، لا احنا خدناها في عدة سنوات، ما يجعلنا يعني عندنا فخر وانتمائنا إلى هذه الدولة العظيمة هي مصرنا. طيب دكتور، هنتكلم أكثر عن هذا الموضوع، ولكن تفضل بالبقاء معي. أذهب لخبر عاجل، حيث ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية بتشكيله الجديد، بحضور السيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد أحمد كوجك وزير المالية، والدكتور أشرف العربي من ذوي الخبرة، والسيد ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية،
بالإضافة إلى السيد رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار النقدي، والسيد طارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار المصرفي، والسيد محمد الإثريبي كذلك من ذوي الخبرة، والسيدة شيرين الشرقاوي مساعد أول وزير المالية للشؤون الاقتصادية، والسيدة مي عادل مستشار وزير المالية لعمليات أسواق المال. وفي مستهل الاجتماع تقدم رئيس الوزراء بالشكر والتقدير للوزراء السابقين، كما توجه بالتهنئة إلى الوزراء الجدد المنضمين إلى المجلس في تشكيله الجديد، مؤكدا ضرورة استمرار أداء الدور الفاعل للمجلس في التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي بما يسهم في تحقيق تناغم بين السياسات المالية والنقدية، وبما يخدم تحقيق المستهدفات الاقتصادية الكلية للبلاد. وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، والتي مهدت لتسلم مصر اليوم الشريحة الثالثة من البرنامج بقيمة 820 مليون دولار، تمثل شهادة الثقة في البرنامج الحكومة المصرية بما يتضمنه من إصلاحات ومستهدفات مالية واقتصادية، وتعتبر خطوة مهمة في سبيل المساعدة على تحقيق رؤية الحكومة المصرية في هذا الشأن. وصرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن الاجتماع شهد استعراض نتائج التنسيق القائم بين وزارة المالية والبنك المركزي المصري في العديد من الموضوعات المشتركة، وتضمن ذلك عدد من الإجراءات التي أسفر عنها هذا التنسيق، من بينها خفض باب الفوائد بإجمالي 177 مليار و 280 مليون جنيه عبر عدة خطوات، وبدء اتجاه التضخم نحو منحنى نزولي، وبدء جهود لاجتذاب جزء من السيولة العالمية للقطاع المصرفي، وتنشيط السوق الأولية والثانوية للأوراق المالية، وكذلك العديد من الإجراءات الأخرى. وخلال الاجتماع تم التأكيد على الاستمرار في ترشيد الإنفاق مع الالتزام بالمصروفات المدرجة في الموازنة العامة للدولة، والالتزام بسقف الدين العام الذي تم تحديده وفقا لتوجيهات مجلس الوزراء. وتابع المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد كذلك استعراض التطور الإيجابي للمؤشرات النقدية الحالية برغم التحديات، بما في ذلك موارد الاحتياطات المختلفة من النقد الأجنبي واستخداماته، وكذلك مؤشرات المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي. وأشار الحمصاني إلى أنه تمت الإشارة إلى مواصلة الضغوط التضخمية في تراجعها، حيث انخفض كل من التضخم العام والأساسي للشهر الرابع على التوالي إلى 27.5% و 26.6% في يونيو 2024 على الترتيب، كما تباطأت معدلات التضخم في الفترة الحالية مدفوعة بانحسار الضغوط التضخمية الناجمة عن صدمة العرض. وعليه يشير تراجع تضخم السلع الغذائية بجانب تحسن توقعات التضخم إلى استمرار معدل التضخم في مساره النزولي، كما يشير تباطؤ معدلات التضخم في الفترة الأخيرة إلى اقتراب معدلات التضخم الشهرية من نمطها المعتاد قبل مارس 2022. وبالعودة لضيفي دكتور محمد المنيسي استشاري البطنة والكبد والحديث حول مبادرة 100 يوم صحة لثاني سنة على التوالي. دكتور، اتكلمنا عن أبرز المبادرات اللي كان ليها تأثير كبير، اتكلمنا عن مسألة وجود قاعدة بيانات وإحصائيات للدولة المصرية وتأثيرات وأبعاد هذه النقطة. حاليا يا دكتور، ايه هي الأمراض أو التحديات الصحية اللي ليها النصيب الأكبر بالنسبة للمواطن المصري؟ الحقيقه بعد ما عملنا خريطه واضحه، توالت المبادرات الرئاسيه موجهه للسيطره على كافه الامراض اللي ظهرت، حتى الامراض البسيطه الصغيره. يعني احنا شفنا كشف المبكر عن الاورام، شفنا امراض التقزم، شفنا الضغط، شفنا السكر، شفنا كل هذه المشاكل الطبيعيه المتلازمه، ثم القضاء على قوائم الانتظار اللي كان فيها زراعه كلى، زراعه كبد، زراعه قرنيه، صمامات القلب، شرايين القلب. يعني وده خد أكثر من 2 مليون مواطن وعدة مئات من الآلاف، فاستطعنا أن احنا بهذه الخريطة نحن نحل هذه المشاكل المتراكمة على مر العقود ومنع ظهور حالات جديدة بالاستمرار في هذه المبادرات إلى حين دخول كل المصريين تحت مظلة التأمين الصحي في 2030. احنا شفنا المرحلتين من هذا الأمر، وبنتوسع أو مصر بتتوسع في الرعاية الأولية
في كافة المحافظات وعمل قوافل طبية دائمة في الأماكن النائية under served areas. ده شيء غير مسبوق, ما كانش سهل الحدوث عليه, وده مشاكل كبيرة حتى في دول العالم الأول. مصر بتنجح فيها وبتجيب أفضل الأخصائيين والاستشاريين بيمارسوا هذه المتابعة بشكل واضح بإشراف حكومي. فإذن دكتور محمد, خليني أقف مع حضرتك عند النقطة دي, لأنه هي غاية في الأهمية. العنصر البشري في هذه المعادلة, إحنا بنشوف دكاترة مصريين أسماء لامعة وأساتذة بيروح يتعلم على أيديهم من كل دول العالم في دول أخرى, وزي ما هم موجودين في مصر كذلك, وهم مصريين. وحضرتك اتكلمت عن 2 مليون في استفادوا من عمليات زي زراعة القرنية وما إلى ذلك. إحنا بنتكلم عن عمليات دقيقة للغاية بيقوم بها دكاترة مصريين, مش كده؟ بالفعل. طيب الإعداد هذه الكوادر الطبية إزاي بنصل إلى هذا المستوى من الأداء لدى الطبيب المصري؟ عندك جامعات عظيمة, جامعات مصرية, عندك كليات الطب المصرية. النهاردة جامعة القاهرة بقت من 100 الأوائل على مستوى العالم بعد ما كنا في خارج هذا التصنيف العالمي. عندك منظومة التدريب المستمر داخل وزارة الصحة, والشهادات المهنية اللي بيحصل عليها الأطباء بالتدريب CME Continuous Medical Education, والرقابة لا يمكن ترقية بدون الحصول على مثل هذه الشهادات. شهادة الأخصائي الاستشاري ده مرتبط بجدول وتحصيل محدد بمقاييس عالمية الحقيقة, وخبرات عالمية مصرية طول عمرها الحقيقة. ولكن كل الكلام ده كان محتاج إلى منظومة حقيقية. ده يعني بفضل قيادة حكيمة وبفضل الإدارة الجديدة اللي تمت تحت إدارة هذه المنظومة الحقيقة, بإدارة هذه المنظومة عشان نصل إلى كل هذا الأمر. حاليا حضرتك شايف إيه التحديات المتبقية لحين إتمام مظلة التأمين الصحي الشامل؟ هو استمرارنا فيما نحن مرينا به, يعني الاستمرار في هذه المنظومة 100 مليون صحة وخلافه و100 يوم صحة. كل هذه الاستمرار للحلول للسيطرة على ما قد يجد. ولكن أنا شايف أن احنا البنية التحتية النهاردة في تحسن مستمر. كان خير اختبار ليها اختبار مصر في أزمة كورونا. صحيح. والإفادة العالمية اللي احنا شفناها الحقيقة. فالاستمرار في هذا العمل الدؤوب, وأنا كل ثقة من هذا الاستمرار الحقيقة. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور محمد المناسي استشاري البطن والكبد على هذه المداخلة. وللمزيد من النقاش حول إطلاق مبادرة 100 يوم صحة للعام الثاني على التوالي ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور محمد عاصم خرشد استشاري الجهاز الهضمي والكبد. أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا جميع سادتك المشاهدين. دكتور, بما أنه حضرتك تخصصك في الجهاز الهضمي والكبد, عايز أسأل حضرتك عن أبرز النتائج الإيجابية اللي لمستها حتى الآن من هذه التحركات. طبعا هو
خلينا نتكلم ان احنا عندنا مرض الكبد في مصر من الامراض اللي كانت منتشره بطريقه رهيبه جدا. يمكن يعني ما فيش بيت في مصر ما كانش فيه مريض كبد ووجود فيروس سي، يعني كان ما فيش تقريبا ما فيش بيت ما كانش فيه حد كان عنده مشاكل فيروس سي ومشاكل تليف في الكبد، باحتياج الرعايات المركزه للغيوات الكبديه، باحتياج المناظير عشان خاطر نزيف الخيء الدموي. كل الحاجات دي كانت يعني بتضعف المنظومه الصحيه وبتخلي التركيز على المستشفيات واستهلاك الموارد المستشفيات كلها. يعني احنا كان التخلص من فيروس سي فعلا يعني فوقنا كلنا وفوق الناس من حاجه احنا كنا متعايشين معاها وكنا حاسين ان هي ملهاش حل خالص. فطبعا ده كانت من الانجازات الكبيره جدا اللي بيشيد بيها طبعا العالم كله. دكتور محمد، حضرتك كنت بتتكلم عن ما كان قبل هذه المبادره وقبل هذه الخطوات، حاليا ايه الوضع بالنسبه لهذه النوعيه من الامراض؟ خلينا نتكلم من جزئيتين مهمين جدا. اول حاجه هي مبادره 100 مليون صحه اللي كان فيها فيروس سي، هي لم تنتهي بعد، بالعكس المرضى اللي هم كانوا تم تشخيصهم وتم علاجهم ما زال لازالت المتابعه معاهم، لازال بيتاكدوا ان الامور بتاعه الكبد بتاعتهم تمام وان هم ما زالوا ما عندهمش الفيروس سي، وبيبداوا يشوفوا مشاكل الكبد بقى اللي هي ممكن تطرق زي الظهور اورام الكبديه والكلام ده كله، وده بيتعمل لها الفحص المبكر. فدول بالنسبه للمرضى اللي هم كانوا على 100 مليون صحه. نتكلم كمان على المرضى الاصغر سنا او الجيل اللي هو احنا بدانا 100 مليون صحه من سن 18 سنه. طيب اللي كانوا دلوقتي كانوا ابناء لمرضى عندهم فيروس سي وخدوا علاجهم، دلوقتي بيتعمل لهم فحص في المدارس و يعني مسح للاصغر سنا عشان يتاكدوا ان هم برضو خارجين من فيروس سي وفيروسات الكبديه عامه. الجزء الثاني بقى وهو الجزء الوقائي، يمكن كان في قامه الرئيس مركز جدا ان احنا نلحق المرضى قبل ما يبداوا يخشوا في الامراض، وده اللي بنشوفه زي مبادره زي 100 يوم صحه دلوقتي اللي هي موجوده في كل التجمعات وفي كل المستشفيات وبعيادات متنقله تقرب من المرضى. دايما بنقول للمواطنين خش اطمن على نفسك، يعني خش حتى لو انت ما بتشتكيش من حاجه، لما تلاقي العياده المتنقله خش خليهم يعملوا لك الفحوصات اللازمه. يمكن احنا بنتكلم دلوقتي على ان هو بيتاكدوا من عدم وجود الاحتلال الكلوي، بنتكلم من الضغط، بنتاكد من السكر، بنعمل الفحوصات اللازمه. واللي بيظهر عنده اي علامات لاي من الامراض اللي هي المزمنه دي على طول بيتحط على جدول المتابعه ويبدا يتحول على المستشفى المتخصصه عشان ياخد العلاجات والمتابعات اللازمه. طب دكتور محمد، حضرتك ذكرت نقطتين مهمين، النقطه الاولانيه مساله الفحص المبكر، والنقطه الثانيه مساله الشباب، انه المبادره كانت بتستهدف الشباب بدايه من 18 سنه وبعدين اصبح نزلنا حتى بالاعمار لفحص الطلاب في المدارس. بالنسبه لمساله الفحص المبكر، التأثير لانتشار هذه الثقافة يمكن أكثر قليلا من زمان، أصبحت عاملة إزاي التأثيرات دي؟ لمستوها في إيه؟ أول حاجة طبعا خلينا نتكلم إن إحنا دلوقتي بقى الفحوصات بتتعمل من أول الطفل وهو جنين. يعني خلينا نقول إيه، إحنا من أول ما في مبادرة دلوقتي متخصصة للأمراض الوراثية كويس، بحيث ان تتاكدي ان مجرد ما يكون في استعداد لاي مرض وراثي موجود عند الطفل الصغير، اللي هو السونار المتخصص الدقيق بالظبط كده، بتقدري ان انت لو في اي ممكن يعرض لاي اعاقات بعد كده، يعرض لاي مشاكل ممكن تاثر على النمو بتاعه، فدي طبعا فرقت جدا في المرضى اللي ظهر عندهم اعاقات بعد ولادتهم. الكلام ده دي اول حاجه. الحاجه الثانيه لو جينا نتكلم على مرحله المدارس، مرحله المدارس مبادره السمنه والانيميا والتخزب دي من المبادرات اللي كانت قويه جدا، قدرت تغطي مدارس مصر كلها، تطمن ان الاطفال صوره الدم بتاعتهم كويسه، النمو بتاعهم كويس، لو حد عنده اي مشاكل انيميا او اي مشاكل في الغدد ممكن تاثر على النمو بتاعه وعلى تكونه وعلى الكلام ده كله، بتقدر ان احنا نعالجها من بدري. خلينا نقول ان ميزه الكشف المبكر على فكره عن الامراض وعن الاورام بيخلينا ان احنا ممكن امراض معينه نوقفها قبل حدوثها. يعني احنا النهارده لما بنيجي نعمل كشف مبكر عن الاورام مثلا، لو لحقنا الورم في المنطقه في الوقت اللي هو بيتحول فيه من خلايا عاديه الى خلايا سرطانيه،
احنا بنقدر نتخيل نتخلص من الخلايا دي على طول وما بيخش بعد كده في السكه بتاعه الاورام. طب انا كده وفرت له صحته ووفرت عليه ان هو بعد كده يحتاج ياخد العلاجات الكيماويه والاشعاعيه ويعمل الجراحات مجرد ما انا بلحقه من الاول. برضه نفس الوقت لما انا بلاقي مريض عنده استعداد انه يعمل اكلال كلوي وانا بلحقه في الفتره اللي قبل ما يخش فشل كلوي فعلا، مش هيحتاج ان هو بعد كده يزرع، مش محتاج ان هو بعد كده يغسل كلى. حته ان انا الحق المرض قبل ظهوره دي بتفرق جدا 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 في صحه المريض بعد كده، وفي ان احنا نحافظ عليه سليم وما يحتاجش لاي تدخلات بعد كده. يمكن بعض الظواهر زي التقزم لدى الاطفال وما الى ذلك ما كانتش معروفه قوي عندنا كمصريين، ما كانش يمكن بيتم تسليط الضوء عليها، ما بداناش نعرف اكثر عن هذه الامراض الا عن طريق هذه المبادرات، واكتشفنا الحقيقة إنه الإحصائيات كانت مخيفة مرعبة. علشان كده عايز أسأل حضرتك عن مسألة النقطة المتعلقة بالشباب والأطفال، وإنه الفحص بدأ من أعمار أصغر بكثير من ذي قبل. إحنا بنشوف دلوقتي إنه الشباب تحديدا وطبعا الأطفال بطبيعة الحال بدأ يبقى فيه أمراض غير تقليدية غير متعارف عليها بتحصل. إيه العوامل اللي بتؤدي لظهور الأشياء اللي احنا مش معتادين عليها، اللي يمكن حتى الطب مش متطور جدا فيها على المستوى العالمي نظرا لندرة حدوثها؟ خلينا نقول ان في قاعده في الطب اسمها يو اونلي فايند وات يو لوكينج فور، يعني احنا لازم ندور على حاجه عشان نلاقيها. يعني احنا ما بمجرد احنا بنبدا نكشف عن الامراض دي، بنكشف عن جينات معينه في الطفل اللي قدامنا، بندور على دلالات معينه، ندور على علامات معينه، هي دي اللي بتطلع لنا. ان احنا نقول انا بدور على امراض وراثيه او بدور على الانزيمات او الهرمونات اللي بتؤدي الى النقصها، بيؤدي الى التخزن، بيؤدي الى عدم النمو السليم، انا بدور على حاجه فبتيجي. طيب احنا ايه اللي بيخلينا مختلفين عن العالم كله في النقطه دي؟ اول حاجه احنا نرجع تاني ل 100 مليون صحه والمعجزه بتاعت 100 مليون صحه، ان احنا قدرنا ان احنا نعمل كشف على 60 مليون مواطن. كويس. فمين اي دوله تقدر تعمل مسح للعدد ده كله؟ فالخبره اللي احنا خدناها من مسح مواطنين بالعدد ده كله خلتنا نقدر او عندنا الجرأه ان احنا لو قلنا احنا عايزين ندور على مرض معين، عايزين ندور على اورام معينه، ندور على الكلام ده كله، المنظومه بقت بتساعدنا لكده، بقى في عندك الدوله بتقدر تشجع حاجه زي كده وتديكي الحاجات اللي انت او اللازمه او المحطات اللازمه ان انت تقدري تعملي مشروع كبير بالمنظر ده، وده يمكن اللي خلى مبادرات زي التخصص زي البحث المبكر عن الجينات اللي فيها خلل، زي الامراض المعديه او الفكر الوقائي بمعنى اصح يقدر ان احنا نطبقه ونقدر نشتغل عليه على مستوى الجمهوريه كلها. نعم، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور محمد عاصم خرشد استشاري الجهاز الهضمي والكبد على هذه المداخله وعلى كل هذه التفاصيل. فاصل ونواصل، ابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. أكد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان أن 100 يوم صحة تعد مبادرة وطنية شاملة تهدف إلى تحسين صحة المواطنين في جميع أنحاء مصر، وتمثل ثمرة جهود مبادرات رئيس الجمهورية، وتسعى لتوسيع نطاق خدمات الصحة العامة وتقديمها بشكل مكثف خلال فترة زمنية محددة تبلغ 100 يوم، وذلك مع ضمان حصول جميع المواطنين على خدمة صحية عالية الجودة، مضيفا أن المبادرة تهدف كذلك إلى التعريف بخدمات المبادرات المختلفة المنضوية تحت مظلة مبادرات رئيس الجمهورية 100 مليون صحة، بالإضافة إلى توضيح أماكن تقديم الخدمات والفئات المستهدفة والخدمات المقدمة لكل فئة بالمبادرات الرئاسية وجميع الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة والسكان، سعيا لتعزيز الوعي الصحي لدى المواطنين.
ولمزيد من النقاش ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة. أهلا وسهلا يا دكتور. أهلا بحضرتك وبسادة المشاهدين في العالم كلهم. دكتور، حضرتك شفت ازاي على مدار السنوات او السنتين تحديدا الماضيتين الدور اللي بتقوم بيه الدوله في ملف الرعايه الصحيه وتحسين جوده الخدمات المقدمه للمواطنين؟ هو المبادرات الرئيسيه ساهمت في تسريع ورتيه العمل في منظومه التامين الصحي الشامل، القضاء على قوام الانتظار، الارتقاء لمنظومه الخدمات الصحيه بشكل عام، الانتقال من مرحله توفير الخدمات العلاجيه فقط الى مرحله العمل على منع انتشار الامراض الساريه، الوصول إلى مصر خالية من الأمراض المعدية، مواجهة أي تهديدات وبائية، الإكشاف المبكر لأي أمراض والسيطرة عليها وعلاجها في المهد في مراحل مبكرة، والوصول بالمواطن المصري إلى حالة من الكمال البدني والنفسي والاجتماعي والحياة الكريمة. طيب دكتور، أهم المبادرات اللي حضرتك تبعتها على مدار السنتين في إطار 100 مليون صحة، حضرتك شايف أهم المبادرات اللي أحدثت فارق حقيقي من وجهة نظرك كطبيب؟ وطبعا 100 مليون صحة متعددة المحاور، وأهمها القضاء على الفيروس سي، وأهمها كمان بالنسبة لي أنا شايف تعزيز الأمن، مفهوم الأمن القومي، لأن أما الدولة المصرية تطور مفهوم الأمن القومي لحماية المواطنين الأجيال القادمة من أجل حماية من التهديدات الصحية تشمل تمام الصحة والأمن الغذائي وحماية البيئة أيضا، وليس المفهوم التقليدي المتعارف عليه متعلق بحماية البيئة الخارجية. المبادرة تدخل طبي غير تقليدي متطور، وصلت الخدمات الصحية لأبعد النقاط في الوطن في الشارع والحارة والقرية والدار، وحررت المصريين من أمراض مزمنة وتحميهم من الأمراض المستجدة عن طريق 5000 وحدة رعاية صحية و700 مستشفى. دكتور، حضرتك شايف حالة الوعي لدى المصريين خاصة بعد أزمة فيروس كورونا أصبحت عاملة إزاي؟ تقدر تقيمها إزاي حاليا؟ يرتفع طبعا، المصريين شعروا فعلا ان في فرق بينهم وبين الدول الاخرى، لانهم ربنا نجاهم من وليس من عبث، لا ده بناء على شغل متقدم جدا من كل كوادر الدوله والوزارات والقياده السياسيه والجيش الطبي، بحيث ان فعلا اصبحنا احنا بمنأى عن الفتك اللي حصل بيه اغلب دول العالم للكورونا. وحضرب لحضرتك مثل ان الكورونا كانت تصيب في العالم لكل مليون من المواطنين في كوكب الأرض كان يصاب 90,413، في مصر كان يصاب 4,861 بس، يعني معنى كده لو حللناها تجدي أن فيروس الكورونا فقد 95% من قوته في مصر. ده إعجاز رائع جدا وليس من فراغ، ده نتيجة الإعداد ونتيجة المبادرات الاستباقية و100 مليون صحة، وإن إحنا قطعنا الطريق أمام فيروس كورونا، إن إحنا منعنا استفحاله في ذوي الأمراض المزمنة اللي هم كانوا أصلاً الضحايا الأوائل اللي بيموتوا في العالم كله نتيجة ده، لأن إحنا قبل ما يجي الفيروس أصلاً قبل ما كنا نعرفه كان في بحث عن هؤلاء المرضى الأمراض المزمنة وعلاج ارتفاع ضغط الدم السكر والسمنه والامراض المزمنه المنتشره في البلد بشكل عام والانيميا، بحيث ان الناس دي كانت كلها اتشخصت وتعالجت، فما جه الفيروس ما لقاش شريحه يشتغل عليها. واحد، الحاجه الثانيه ان برضه ملاحظنا من زي فيروس عضال زي الفيروس سي، الفيروس سي كان منتشر جدا في مصر وقام بيقتل 50,000 كل سنه. في الاجتماع الاخير في منظمه الصحه العالميه 77 اعلنوا ان هناك دوله في كوكب الارض وصلت المستوى الذهبي في القضاء على فيروس عضال وهو فيروس سي، فيروس صعب جدا. المبادره دي قدرت انها تفحص 63 مليون، وده اكبر فحص عالمي في العالم، ان هو استبيان بشكل يمسح مسح كبير جدا من المواطنين يشخصهم ويعالجهم، وعالجوا 4.4 مليون بأحدث الأدوية. وكان الفيروس ده للأسف يقتل المصريين 50,000 كل سنة، مصر بالطريقة دي أصبحت تمنح المصريين شهادة من الدعامة وتحميهم من فيروس كان يصيب 146 شخص كل ساعة، الآن 250 إصابة جديدة كل ساعة تحدث في العالم بسبب فيروس سي وفيروس بي، والدولة المصرية تحمي المصريين من هذين الفيروسين، انها بالطعم فيروس بي اللي بيحمي الاطفال عند الولاده حتى مدى الحياه من الفيروس بي ومضاعفاته تصل الى السرطان والفشل الكبدي والموت المبكر، وكمان حامت الاجيال كلها من فيروس سي، وبالتالي كل المصريين دلوقتي بيشاهدوا في العالم كله 250 اصابه كل ساعه في العالم من بي وسي، ما بيحصلش ده في مصر، ده انجاز وانفراد ومتعشئ كده محدش واخد باله منه ولازم نعترف بيه.
طيب دكتور، بما أنه حضرتك عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، لو تعطينا نظرة على الأمراض المناعية في هذه المرحلة، النسب عاملة إزاي مقارنة ببقية الأمراض، الفئات العمرية اللي بتعاني من الأمراض المناعية؟ هو احنا حسن الحظ البيئة المصرية كانت مفيدة جدا للمصريين حتى مع التغير المناخ. وجود الأغذية اللي موجودة في البيئة المصرية وموجود الثقافة المصرية واهتمام الدولة بالمصريين خلى نسب انتشار الحساسيات في مصر أقل. يعني ممكن توصل في بعض الدول تبقى 40% مثلا عندهم حساسية الأنف، عندنا في مصر عندنا حساسية تصل 20، ممكن حساسية الصدر تصل أو معدلات أكثر من 15-20، عندنا في مصر 8-10. يبقى صحيح فيها حساسيات عندنا، ولكن حساسية الأنف وحساسية الصدر المعدلات بتاعتها أقل كتير جدا من دول الأخرى والعالم الآخر، وحساسية الطعام أيضا. وبرضه لازم نعرف ان في وعي جدا عند المصريين منتشر جدا، والاعلام برضه الوطني حضراتكم برضه بتساعدوا في هذا المجال، ان فعلا في انتشار في معدلات الحساسيه في العالم عشان تغير المناخ، ولكن بالتوعيه وبتثقيف المواطنين وتعرفهم مسببات الحساسيات. يعني لازم نعرف سبب الحساسيه هتجيله منين، مش بس من الهواء ان هو بس هيشم تراب او حبوب لقاح او يشم عطر او بخور او برفان او سجاير او هكذا، لا ممكن تيجي من اكل بياكله، ممكن تيجي مش بس كده، ممكن تيجي من الطعام الذي احتك به. بمعنى انا ممكن انا ما عندي حساسيه للطماطم مش هاكلها، بس المسها ممكن تنزل على جلد تعمل لي حساسيه في الجلد. مش بس كده، في ناس عندهم حساسيه للسجاير مش بس عن طريق التدخين، عن طريق الجلد ايضا، وده برضه بنحضر منه. اما تبقى واحده شايله ابنها وبتدخن او حد يدخن قدامها وهي طفل رضيع معاها، ممكن عن طريق الجلد يصاب بالحساسيه. يبقى الحساسيات تصل للانسان عن طريق الانف والفم والجلد ايضا، وده بنوعي بيه الناس المواطنين كلهم خلي بالك. والحمد لله اصبحنا بنسيطر عليها قابله للسيطره والعلاج والشفاء ان طبعا شاء الله. دي اهم حاجه. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور مجدي بدران، عضو الجمعيه المصريه للحساسيه والمناعه، على هذه المداخله. في ختام هذه الجوله بشكر حضراتكم على حسن المتابعه، نلتقي بعد قليل في نشره مفصله على راس الساعه. انا انجي طاهر وزميلي محمود سعيد.